شنو الأمنية اللي تتمناها تقول يا رب تصير هالفترة هاي؟ الفترة؟ والله أتمنى خاصة الأمن والأمان. هاي عامة، هاي الخاصة. الخاصة يعني المن. إيدك خاصة بي؟ إيه. الواحد ده. زواج؟ لا لا متزوج الحمد لله. أها. إيه. إن شاء الله يا رب تتحقق بما نويت داخلك. سنك. زين، منو الشخص المزعج بالطلعات من أصدقائك؟ مزعج. المزعج بالطلعات حسام. ليش؟ شو ازعاجك؟ هذا يموت على الشوي. شوي؟ يموت على اللحم. يدمرني. هذا مو نباتي هذا لحوم. ابد ابد. يموت على اللحم. زين. هذا المزعج، وين ما شاف مطعم وشيت عليه. تمام، زين. قالوا لي تغني. اي اغني. يلا هذا المايك منك. هاي الكاميرات. وانت لك. اهني اهلي واصدقائي واحبابي. والشعب العراقي. كل عام وهم بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله. وهاي أهدي أغنية للوطن. يلا، استاهل الوطن. هذا وطننا حضنا يلمنا مثل أبونا ومثل أمنا نبني ولا ما يتعبينا الحيل معروف الغيرة عراقية ضحينا وجبنا الحرية عدنا رجال معروفين رجال الغيرة باكر كل الناس يرتاحون وبحبك يا عراق كل شي هون. حياك الله وعاد صوتك. الله فعلا سلمك. حب العراق كل شي هون. اي والله فداء احنا العراق. باكر كل الناس يرتاحون ان شاء الله وبحبك يا عراق كل شي هون. يا رب من هذا اليوم ان شاء الله الجميل ان شاء الله نتمنى العراق يرتاح ان شاء الله يا رب واهله يرتاحون يعم الامن والامان. كافي تعبنا وايد. حياك الله كل عام وانت بخير حبيبي. هذا شرف بك يا غالي. شكرا جزيلا لك.